اهلاً اعزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقه جديده من برنامج ليكن نور وصل الى الله انك تتبارك وتستفيد روحياً من خلال هذه الحلقه رح نتكلم عن موضوع مهم للغايه موضوع نبياً مثلي بحسب الايه او النبوه اللي في سفر التثنية إصحاح 18 رح نيجي لهذه النبوة بعد قليل أنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة طبعا هذا السؤال هو رد على تساؤلات كثيرة إما أسمعها أو بتصلنا عبر البرنامج والبرامج الأخرى فحبينا نكرس هذه الحلقة حتى نتكلم عن ما يقصد في هذه الآية طبعا هذه حلقه مسجله لكن ارقام الهواتف موجوده امامكم على الشاشه انا بشجعكم اذا عندكم اي استفسار او اي سؤال خلينا نتواصل مع بعض في كتير اخوه واخوات اللي راح يردوا على تساؤلاتكم واذا في سؤال عاوز تستوضح اكثر عنه احنا ممكن مثل انه نتناول هذا السؤال من خلال الحلقه وطبعا هذه الحلقه هي بمثابة رد على تساؤلات الكثيرين اللي بيسألونا عن هذا الموضوع فعلاً بصلي من كل قلب إنه الرب يفتح ذهنك يفتح قلبك لسماع كلمة الرب وبصلي إنه روح الله القدوس يتواصل ويتعامل في حياتك اليوم لأنه كل الموضوع هو الرب يسوع فأنا بدعوك لتشاهد معي هذه الحلقة فأنا ب... بتواصل معكم في هذه اللحظة فعلا إذا في عندك سؤال ما تتردد خلال الحلقة إنك تتصل بأحد المرشدين سأعود بعد هذا الفاصل القصير أهلاً أعزائي المشاهدين أرحب بكم مرة أخرى أنتم تشاهدون هذه الحلقة المسجلة على القناة الفضائية قناة الحياة وأنا أدعوكم أن تسمعوا وتشاهدوا هذه الحلقة رداً على هذا السؤال المهم نبياً مثلي يسرنا أن نستضيف إلى هذه الحلقة إلى هذا البرنامج لا أريد أن أقول ضيف لأنه هو صاحب مكان القس عزة شاكر أكيد بتشهدوا على الفضائيات والقس عزة كان عدة مرات معنا على هذه الحلقات فأنا بشكر رب من أجله من أجل خدمته القس عزة هو راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر بالقاهرة مصر أهلا وسهلا أسيس عزت أهلا بك يا أسيس نزار وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين وأنا فعلا فرحان أن أكون معك في البرنامج وأنا بشكر ربنا علشان حضرتك وعلشان خدمتك بصدق أنا دايما أقول الكلام ده ما في مرة بقعد معك إلا وأتعلم منك هذا لطف منك وتواضع قام منك قامة وقيمة روحية ولاهوتية كبيره جدا جدا يا استاذ نزار بركه لكل الشرق الاوسط شكرا جزيلا انا قصيص. بحسبه امتياز كبير ان اكون معك في البرنامج شرف لي انا في المكان ده اللي غالي علينا وبصلي يا رب مزيد من البركه والاستخدام الالهي ليك في كل مكان نصلي ان ربنا يبارك هذه الحلقه أمين. بس بحب أمين. انبر مره اخرى القسيس عزت هو باحث مفكر كاتب عده كتب يمكن الكتب الاكثر شهره اللي بتشوفوها على البرامج منها اصعب الايات وطبعا في كتاب اصعب الايات من سفر التكوين فاذا بتحب نسخه تواصل معنا اكيد رح نحصل على بعض هذه الكتب حتى نوصلها لالك وفيك كمان تفوت على السايت حتى تشوف هذه الموضوعات والرد على هذه الاسئله. هذه الايه طبعا من سفر أوه. التثنيه، انا رح اعطيك انك انت ت... يمكن البعض شاف الايه لكن اذا ممكن توجهنا من سفر التثنيه اصحاح 18 تمام تبتدي فيها قسيس عزت. أوه. طبعا الايات الموضوع حديثنا في الحلقه النهارده تثنيه 18 من ايه 15 يقول كده الرب ويقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب الهك في حريب يوم الاجتماع قائلا لا اعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لئلا أموت قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا وبعدين يجي في آية 18 أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به فإذاً آه الآيات واضحة سواء الآية 15 أو الآية 18 الآية 18 تمام الغرض من هذه الحلقة قسيس عزت أن نلقي الضوء على هذا الموضوع لأنه فعلا في كثير ناس بتتساءل عن من يتكلم مثلا أحبائنا المسلمين يقولون أن هذه نبوة عن محمد وطبعا نحن نقول الكتاب المقدس في فكر خاص في فكر إلهي اللي بيصير بتناغم بإنسجام من أول الصفحات إلى آخر صفحات الكتاب المقدس ونحن لا نريد أن نخفي حقيقة لنجامل أه على حساب الحق الكتابي لكن نريد أه انه أه نبرز هذه الكلمات صح حتى نت يعني نتعرف ويكون من خلال هذه الايات كمان أه بركه مش بس بركه لحياتنا طبعًا كمان تغيير فينا طبعًا وفي داخلنا طبعًا فخليني اسال مباشره السؤال أه عن مين بيتكلم أه لما الايه بتقول عن من يتحدث أه سواء موسى او الرب من خلال آه. هذه آه. النبوه. آه. زي ما حضرتك قلت بالضبط يا سيس نزار ال النبوه دي وردت فين؟ في الكتاب المقدس. م. فانا اخلي الكتاب المقدس يفسر نفسه. نعم انا مش هفسره إيه زي ما حضرتك قلت ان هو مكتوب فيه تناغم، في تناغم ما بين العهد القديم والعهد الجديد. نعم ولما اقرا ده بتبان الصوره تماما. م. فانا لو بصيت انا بقول لكل مشاهد أقول الصدق في المسيح هذه النبوة لا تنطبق إلا على شخص الرب يسوع المسيح وقد تمت بالكامل في شخص المسيح فمثلا اللي يؤكد الكلام اللي أنا بقوله لو جينا الإنجيل يوحنا الأصحاح الأول في يوحنا واحد آية خمسة واربعين في لبس بيقول إيه بيقول إيه يقول في لبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس لما يقول كتب عنه موسى في الناموس كتب ايه نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم فالنبوة كل العهد الجديد بيقول لنا ان دي لا تنطبق الا على شخص المسيح بلاش كده لو بصينا مع بعض في نفس انجيل يوحنا مثلا واصحاح خمسة آية خمسة واربعين في يوحنا خمسة خمسة واربعين شوف الرب يسوع نفسه بيقول ايه يوحنا خمسة خمسة واربعين يقول لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني ده اللي بيقول كده المسيح وبني كملوا ليه لأنه هو كتب عني كتب عني فين كتب عني وقال نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم لو بصينا في يوحنا 6 آية 14 في يوحنا 6 ايه 14 يقول كده فلما راى الناس الايه التي صنعها يسوع قالوا الايه اللي هي معجزه اشباع الجموع ان هذا هو بالحقيقه النبي الاتي الى العالم النبي لما يقولوا النبي الآتي إلى العالم بقل التعريف بقل التعريف بيؤكدوا إن ده اللي موسى قال عنه نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم بلاش كده لما آجي أعمال الرسل أصحاح ثلاثة في أعمال الرسل ثلاثة الرسول بطرس بيتكلم لو جيت أنا من آية 18 أعمال الرسل ثلاثة من أول آية 18 وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا ويبدأ يقول لهم توبوا وارجعوا ليمحى خطاياكم لغاية لما نيجي الآية 22 فإن موسى آية 22 من أعمال ثلاثة قال قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخواتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويبدا اقرا الفقره كلها بقول لكل مشاهد اقرا الفقره كلها بيعلن بكل وضوح ان هذه الكلمات تمت في شخص الرب يسوع المسيح وفعلا يعني بيستمر بيقول ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب وجميع الانبياء ايضا من صموئيل فما بعده جميع آه الذين تكلموا آه سبقوا آه وأنبأوا بهذه آه الأيام آه العوز يعني أنا بدي أصل للب القصيد أنتم آه أبناء الأنبياء آه والعهد الذي عاهد به الله آباءنا آه قائلا آه وهكذا يعني آه بي بيكمل آه في موضوع النبوة أنه في يعني تسلسل آه بكل الأحداث أضيف شاهد ثاني كمان يا نزار في أعمال الرسل سابعة نعم أعمال الرسل سبعة واستفانوس بيتكلم نعم. يوصل لغاية آية سبعة من أعمال سبعة يقول هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخواتكم له تسمعون أنا ليه بقول ده؟ بقول لكل واحد بيسمعنا دلوقتي وبيشوفنا بكل صدق القلب الكلام ده اللي قالوه كتاب العهد الجديد قبل الاسلام شوف بعد ايه فهم بيقولوا بيؤكدوا ويعلنوا ان هذه النبوه تمت في شخص المسيح مم. يعني دول مش جايين يدافعوا بعد آه الاسلام لا مم. ده من قبل من قبله هم بيؤكدوا هذه الكلمات تمت في المسيح تمت وطبعا الكتاب علم في علم التفسير دايما قارنين الروحيات بالروحيات ب... اذا الكتاب بفسر نفسه ما فيش داعي انه نحاول لكن لما بقول عن طبعا انه مو بتتكلم نبيا مثلي له تسمعون خلينا نتكلم على نقطتين محوريتين في اوجه اختلاف بين موسى والمسيح وفي اوجه شبه بين موسى والمسيح فخلينا نبتدي في النقطه الاولى انه في اختلاف يعني موسى هو موسى كان عنده ابوين ولا لا صح اتفضل انا لو يعني لان فعلا يا سيس نزار انا اطلعت على كتب كتيره جدا بتهاجم الكتاب المقدس وغيره لكن بيجيبوا اوجه اختلاف اختلاف انا في وجهه نظري تافهه تافهه فاقول ايه ده اتولد من أبويين ده اتولد من اب طب ما كل انسان على وجه الارض اتولد من ابوين ما عدا ادم والمسيح م. مع ملاحظه ان ادم هو اول شخص في البشريه ادم وكان... مخلوق لكن المسيح غير مخلوق بالظبط وكان لابد ان يخلق لانه اول شخص لكن المسيح مولود وزي ما بنقول ان المسيح ليه ميلاد ازلي وميلاد زمني فالميلاد الزمني جاء من امراه ما اقدرش احط اقول ايه اقول القسيس نزار زي موسى تقول لي ليه اقول موسى اتولد من اب وام والاسيس نظار اتولد من اب وام موسى كان بيوعظ الشعب والاسيس نزار بيوعظ الشعب لما اجيب التشابهات دي يبقى حضرتك تشبه موسى هل انت النبي الـ 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 يعني هل يعني باي منطق لا ده انا بقول لما اجي لاوجه الشبه بين موسى أنا أنا كتبت قدامي حوالي أقول 30 وجه الشبه <applause> سداني يا. صدقني يا أستاذ نزار كتبت حوالي 30 هنخلصهم <applause> الحلقة <applause> أنا مش عارف لكن <applause> بس إنه ف... لكن من ناحية ثانية في اختلافات عشان نكون منصفين آه. لأحبائنا اللي بيشوفونا آه. على الشاشة اه يعني أنا أنا لما قعدت أفكر في أوجه الشبه وأوجه الاختلاف أنا أقول إيه إيه اسمح لي أقول مثلا ان في ثلاث اختلافات هامه بين موسى والمسيح اهم ثلاث اختلافات دول اللي اقولهم لكل مشاهد بين موسى والمسيح اول اختلاف ان موسى كان نبيا فقط اما المسيح فهو نبي وهو ابن الله وكاهن وملك فانا بقول ده وجه كبير للاختلاف الوجه الثاني موسى كانت لي ضعفات اما المسيح فقال من منكم يبكتني على خطيه فهو بلا خطيه هو الكامل ال ال الوجه الثالث للاختلاف شفاعه موسى لشعبه كانت شفاعه توسليه شفاعه المسيح شفاعه كفاريه وفرق كبير بين الشفاعه التوسليه والشفاعه الكفاريه لكن اقول لحضرتك وانا عارف ان حضرتك دارس متعمق وعملاق في كلمه الله فمن فضلك ما تسيبنيش اقول بس لان انا عارف ان جواك اوجه كثيره للشبه لا بين هو موسى يعني عن الموضوع ده بيتحدث الكاتب الى العبرانيين بيتكلم آه عن موسى انه آه كان خادم امين في بيته آه لكن المسيح هو صاحب البيت هو الابن آه شوف شوف يعني روح في فرق بين الخادم والابن بالظبط يعني شوف ينقلنا نقله كبيره انا انا كتبت بعض الاختلافات فضل اللي بين قلت مثلا اوجه الشبه بين المسيح وموسى مم. كل منهما بدا رسالته بعد دعوه مباشره من الله مم. دعوه مباشره يعني اي واحد بيشوفنا النهارده بقوله افتح خروج ثلاثه من سته لعشره وتلاقي الرب بيكلم موسى بحديث مباشر ويقول له هلم فارسلك الان الى بني اسرائيل مم. ولما نفتح انجيل متى اصحاح ثلاثه ايه 17 نلاقي حديث مباشر من الاب الى المسيح وهو بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا فهنا حديث دعوه مباشره مباشره هنا هنا بنتكلم بقى على جوهر التشابه مش نجيب اقول حضرتك اتولدت من اب وام وانا اتولدت من اب وام يبقى احنا زي بعض وحضرتك الى اخره حاجه تانية كل منهما كل منهما سمع صوت الله واضح مسموع امام بني اسرائيل واضح كان مسموع حاجة تانية كل منهما عكس مجد الله على وجهه موسى لما طلع على الجبل أربعين يوم ونزل أنا بقول لكل مشاهد افتح خروج 33 آية 11 افتح خروج 34 آية 3 كان جلد وجه موسى بيعمل ايه؟ يلمع يلمع الرب يسوع على جبل التجلي حصل ايه؟ تغيرت هيئته ومنظره صار ايه؟ كالشمس هنا 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 الامر ادي ادي وجه ما حصلش مع ولا واحد تاني في البشريه مم. ان ان وجهه بيلمع من مم. من الحديث المباشر مع آه, الله فلسفه القياده موسى عين 12 رئيس على 12 سبط و70 شيخ المسيح عين 12 تلميذ و70 رسول مم. امر امر عجيب في اوجه ال, ال, الشبه تشبه. كل منهما قدم إن سواء موسى او المسيح الطعام لشعبه بصوره معجزيه بصوره معجزيه موسى استخدمه الله ومن خلاله جه المن والسلوى الرب يسوع مسك الخمس خبزات والسمكتين واشبع الجماهير امر امر معجزي ما حصلش يعني بالمقارن انه لما بيكتب البشير يوحنا عن هذه الحادثه آه لانه كان بيفتخروا اليهود انه موسى اعطانا المن في البريه آه فبقول له آه اباؤكم آه اكلوا المن وماتوا آه بعدين بالمقارن بيتكلم عن خبز الحياه او الخبز الواهب آه حياه آه للعالم آه يعني بيتكلم عن تميز عن تفرد عن تفوق المسيح بالضبط ده حقيقه يعني كتبت حاجه ثانيه كل منهما وسيط عهد بين الله وشعبه نعم. فموسى على الجبل في حريب تثنية أصحاح تسعة آية 11 كان وسيط العهد بين الله وبين شعبه لكن يكتب كاتب الرسالة إلى العبرين عن شخص الرب يسوع أنه وسيط العهد الجديد نعم. نقرا في متى 26 آية 26 يمسك الرب يسوع الكأس ويقول: "هذا هو دمي الذي للعهد الجدير". كل واحد وسيط ال الظهور بعد الموت. م. موسى بعد ما مات على جبل التجلي ظهر مع الرب يسوع. م. الرب يسوع بعد الصليب ظهر للتلاميذ. في, في أي شخص ظهر بعد الموت؟ م. لا. آدي آدي علشان لما نيجي لحاجات تانية كل منهما سواء موسى او المسيح من شعب اسرائيل من شعب اسرائيل امسك التسلسل بتاع موسى موسى ابن عمران ابن قهات ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم امسك تسلسل المسيح سواء نقراه في متى او لوقا يوصلنا الى يهوذا الى يعقوب الى اسحاق الى ابراهيم يعني نبيا مثلي إيه كل منهما وضع في مكان غريب بعد ولادته موسى بعد ولادته خدوه حطوه فين في صفر في والمسيح بعد ولادته اتحط في المزود م. امر عجيب جدا م. عجيب جدا إيه كل منهما نجا من مؤامره الملك اللي عايز يقتله م. موسى اتولد الملك فرعون عايز يقتله المسيح اتولد الملك هيرودس عايز يقتله امر امر عجيب والده كل منهما من نسل يعقوب والده موسى ووالده المسيح مريم القديسه العذراء كل منهما ولد وشعبه يرزح تحت العبوديه نعم. لما موسى اتولد بني اسرائيل كانوا في العبوديه في مصر نعم. لما الرب يسوع اتولد كان شعبه في العبوديه تحت نير الاستعمار الروماني كل منهما على اعلى مستوى من الحكمه والعلم نعم. صح لا. لازم علشان يبان للمشاهد اعلى مستوى م. من الحكمه والعلم موسى كتب عنه تهذب بكل, بكل حكمة. حكمه المصريين م. ازاي اقول نبي تاني زيه كان تهذب مقتدرا ب... بالاقوال والأفعال. والافعال تمام ده مش يوسيفوس اللي قال عنه ان امه جابت له اشهر المعلمين في الوقت ده م. عشان يعلموه الفلك والفيزياء والجيولوجيا الى اخره والطب والعلمية. مش كده جابت له امه اعظم المعلمين والرب يسوع كتب عنه مذخر فيه جميع كنوز الحكمه والمعرفه هنا هنا وجه للشبه حلو كل منهما ختن في اليوم الثامن صح موسى ختن في اليوم الثامن والمسيح ختن في اليوم الثامن العذراء مريم ويوسف اخذوه واخذوه وختن في اليوم مين مين زي علامة كده العهد لانه مثل ما قرانا قبل آه شوي آه انتم آه آه بنو الانبياء وابناء آه العهد آه يعني لازم كل طفل آه يهودي يختتن آه آه ما خرج عن المسار او الفكر الكتابي بالضبط خد للشبه جميل جدا كل منهما صام أربعين نهارا وأربعين ليله حصلت مع مين دي يعني يعني مين عمل كده خد كته للشبه كل منهما كان حليما ووديعا نعم صح مظبوط حليما موسى كتب عنه في سفر العدد اصحاح 12 ايه 3 انه كان حليما جدا والمسيح عليه تعلموا مني لاني ودي ومتواضع القلب في وجه للشبه زي كده كل منهما قضى فتره من عمره في مصر انا راجل مصري بعتز بمصر <applause> فمصر مميزه فموسى اتربى في مصر والمسيح قال له قم وخذ الصبي وأم وروح فين؟ لجأ لمصر الجأ إلى مصر موسى أعطى شعبه الناموس والمسيح عمل إيه؟ قال ما جئت لأنقض بل لأكمل مش كده؟ لا الأوجه أوجه الشبه كتيرة جدا وطبعا المسيح بيستشهد بقول إن موسى كتب عنه يعني دايما بيرجع على موسى والانبياء طبعًا كتبوا عنه طبعا اللي باكد يعني لصحه يسوع المسيح طبعا طبعا انا ما بعرفش انك انت خلصت ال24 لا انا انا حاولت لسة في لا, لا انا حاولت استعجل على طول قلت لا لا اخلص لا الجزئيه دي علشان طيب في حاجات تانية لازم ناخدها طيب طيب طالما يعني حاجات تانية خليني اسال لانه طبعا اللي دايما بيوجهوه من خلال موسى او نبيا مثلي عباره من اخوتك أحبائنا المسلمين دائما بيقولوا أنه بيتكلم عن شخص من بني إسماعيل لأنه إسماعيل يعني من أخو يعني أوه، 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 أخو إسحاق صدقني إيه يا سيس نظار أنا لما بمسك النبوة نفسها وأنا بدعو المشاهد مم. أني النهاردة ياخد وقت كده بينه وبين نفسه ويجي بإخلاص قدام الرب مم. ويجي محايد اللي بنقول عليه نيوترال بلا أيها. ويقعد كده يقول يا رب فهمني طب انا بقول لاي واحد امسك نص النبوه نص النبوه واسال نفسك الاسئله دي اول حاجه من الذي سيقيم هذا النبي؟ لو قرينا النص بتاع النبوه نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم يعني مش هيقوم من نفسه مش هيدعي النبوه لكن بالعكس طب اقرا النبوه دي وشوف الرب يسوع حصل معاه ايه. لما تمسك النبوه دي وتشوف الرب يسوع حصل معاه ايه؟ لو فتحنا مثلا اشعياء 42 ايه واحد هو ذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه ويكمل كل النبوه بيتكلم عن مين؟ عن مين؟ ده مش بيتكلم عن عبد بمعنى عبد بل رسول بولس قال اخلى نفسه اخذا صوره عبد <applause> الذي إذ كان في صوره الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخلى نفسه وبعدين لما نيجي نكمل نلاقي المسيح فقط هو الذي اقيم ومين اقامه الاب هو ده هو ده لمن وجهت الـ الـ النبوه هنا وجهت لبني اسرائيل فهو بيكلم مين بني اسرائيل يقول له نبيا مثلي سيقيم لكم ما كانش بيكلم امه تانية يا يعني لو جيت انا قلت افترض ده الكلام عن بوذا له على اساس يعني اسماعيل له جزء او علاقه مع العرب لانه آه. نبي الاسلام نبي عربي اه اه مش يهودي اه ما ده اللي هيخليني اقف قدام سؤال مهم جدا كلمه اخواتك كلمه مين المقصود بكلمه اخواتك لما بيقول له نبيا اولا لما نمسك نص النبوه بدا قال له يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك. يعني يا كل مشاهد اقرا النبوه بالتدقيق وانت هتلاقي من وسطك بالبدايه من شعبك من, من صلبك يعني من, صلبك من اليهود انا بكلم الاسيس نزار واقول له من وسطك هيقوم كذا من وسطك يا مين مش من اي حد تاني مش من اي عيله تانيه وبعدين يقول له من اخواتك من اخواتك طب لما اجي لكلمه اخواتك القرينه القريبه والبعيده بتقول مين مين على مين تنطبق كلمه اخواتك على مين على بني اسرائيل انا انا بقول يا اسس نظار لو فتحنا مع بعض وارجو ان كل مشاهد يبص النبوه في تثنيه 18 لو قرينا ايه واحد واثنين في تثنيه 18 بتكلم عن مين؟ هذه كلمه اخواتك باينه وفي تثنيه 17 في تثنيه 18 يقول الكلمات الاتيه لا يكون للكهنه اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع اسرائيل ياكلون وقائد الرب ونصيبه فلا يكون له نصيب في وسط اخواته هو بني لاوي بيقول لا يكون له نصيب في وسط إخواته الرب هو نصيبه لما يقول ما يكون نصيب في وسط إخواته كلمة إخواته مين المقصود بيها؟ طبعا بني, بني إسرائيل بني إسرائيل, إسرائيل. بني إسرائيل. نعم. بلاش كده لما نيجي لتثنية 17 آية 14 و 15 اسمع الكلمات يقول له متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها فإن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخواتك لما يقول له تجعل ملك من وسط إخواتك في تاريخ بني إسرائيل كله سمعنا إن أقاموا ملك من أي جنس تاني لما يقول له تقيم ملك من وسط إخواتك يعني منين من وسط إخواتك وعلى فكره ال الايه اللي على طول بنفس يعني ال القرينه في ايه 16 بعد ايه 15 بقول له آه. لا يحل لك ان تجعل عليك رجلا اجنبيا بالزبط. ليس هو اخاك يعني كده. بحدد بالضبط يعني بالضبط بالضبط <applause> فبيحدد الحاجه الثانيه لو ان هقول ايه اخواتك طب مين اخو يعقوب اخو يعقوب عيسو مش اسماعيل يعني عيسو هو الاخ التوام والشقيق ليعقوب لكن اسماعيل مش الاخ اسماعيل تزوج ابن ابنة عيسو اه يعني. فلما اجي هنا 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 ده الامر لكن هنا انا بتكلم على كلمه اخواتك بقى اخواتك يعني شعبك معقوله الرب بيقول لشعبه نبيا مثلي يقيم لكم الرب الهكم يعني خلينا ناخدها بالمنطق كده وهو بيقول لهم بشرة خير يعني ده موسى هو بيقول للشعب بيفرح الشعب إن نبيا مثلي يقيم لكم الرب إلهكم فبيقوم بيتكلم على نبي هيحاربهم ويعاديهم طول السنين وعايز يبيتهم صح ولا غلط ولا بيتكلم على واحد هيقودهم قيادة أفضل بل الأكتر من كده بقى يا أسس نزار أنا قريت لأباء الكنيسة لاغناطيوس الانطاكي والترتليانوس والاوريجانوس قالوا بالحرف الكلام ده قالوا لو ناخد بالنا لنص الكلام بالحرف قالوا لما نيجي الآية 15 والمتكلم هو الرب في النص يقول يقيم لك الرب إلهك هنا الكلام من الرب لموسى نبيا من وسطك من إخواتك مثلي فلقيت أوريجانوس وأغناطيوس الأنطاقي بيقول على أساس مثل تعود على الله على الرب لقيته بيقول لنا خدوا بالكم أن هذه الآية تؤكد على ألوهية الرب يسوع ليه؟ لأن الرب بنفسه هو اللي بيتكلم وبيقول نبيا مثلي من مثل الرب؟ من مثل الرب؟ في العبر كموني بتعني مثلي آه. أو شبهي آه. تخيل بقى كده تخيل لما يقول له مثلي الأمر يعود على الرب على الرب نبيا مثلي لأن المسيح كان إله كامل وإنسان كامل لكن في آية 18 عشان يكون منصفين آه. أنه بيتكلم عن آه. يعني شبه موسى بالظبط وهنا الروعة في آية 18 يقي أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك فبيخاطبوا مرتين مثلي. يقولوا نبيا مثلي والمرة الثانية في 18 مثلك م. مين اللي مثل الرب ومثل موسى ما فيش إلا واحد بس هو شخص الرب يسوع م. المسيح اللي هو مثل الله كان. اللي هو فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا م. صورة الله غير المنظور لما بولس يقول عنه صورة الله غير المنظور حضرتك عالم في اللغة العبرية واليونانية مش صورة يعني مورفي مم. يعني ذات الشيء ذات الشيء انعكاس الذي هو صورة الله ورسم جوهره رسم جوهره يعني يقول صورة الله التعبير بيتكلم عن التعبير اللي ذا فيري اكسبشن اوف جاد مش كده مش كده فهنا بيقول انا بقول تاني لكل مشاهد ارجوك اقرا ايه 15 وايه 18 بالتدقيق تلاقي مره بيقول له نبيا مثلي والمره الثانيه نبيا مثلك فالمسيح هو الوحيد اللي مثل الله ومثل موسى الاله الكامل والانسان الكامل وبانجيل يوحنا دايما بيتكلم عن فكره النبي الاتي الى العالم آه. بيتكلم عن مواصفات النبي كالمسيح يعني هو آه. المسيح آه. الممسوح من من الله آه. فهذا اتميز فيه فقط يسوع المسيح آه. آه. دي الروعه دي, دي انا بقول دي الروعه بتاعت كتابنا المقدس ان بقول انا لقيت كاتب تاني بيقول تصور ان كلمه اخواتك كلمة إخواتك جت في العهد القديم 629 مرة وقال الكاتب اللي عمل الإحصاء ولا مرة كانت بتطلق على اتنين أعداء ولا مرة لكن تطلق على الأخ أو الأخ بالتبني مثلا أي شيء أو لكن العائلة آه العائلة مثل لوط وإبراهيم آه لم تطلق ولا مرة على اتنين أعداء فأنا أجيب بني اسماعيل اللي هم اعداء ليهم واقول ان دول اخواتك ولا مره لا وحتى بني اسماعيل كمان يعني اذا آه. احنا بنطلع على سلسله النسب آه. من ابراهيم، ابراهيم تزوج قطوره آه. وجاء منها طبعا اللي هو شعوب عربيه طبعاً. طبعاً. واسماعيل لما بتت... يعني بنقرا حتى عن تسلسل الانساب بنشوف آه. في اختلاف حتى آه. في آه هذا الموضوع آه لكن هذا موضوع اخر يعني اه, آه طبعا يعني طبعا بكل بساطه انه طبعاً آه يعني مش ممكن لازم يكون شخص يهودي فاذا آه آه قلنا انه طبقت على النبي آه محمد فاذا محمد آه هل هو يهودي آه وطبعا احنا بنعرف آه من دراساتنا انه هو عربي آه برساله عربيه اه طبعا جاء. طبعا يعمل. لكن انا بقول لكل مشاهد اقرا إيه بس ان بتاني يقيم لك لك تعود على مين مم. على بني اسرائيل نعم. يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من إخواتك مثلي له تسمعون مين اللي اتقال عنه له تسمعون الرب يسوع نعم. اكثر من مره لما يجي صوت الاب هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا نعم. يقيم لك لبني اسرائيل اي نبي تاني اقيم لمين نعم. اقيم منين المسيح هو اللي اقيم من وسط بني اسرائيل. وضع طبعا شرط آه. يعني اذا ما آه. سمعت لصوت هذا النبي تقطع من الشعب. بالضبط بالضبط yeah. وبعدين يقول اجعل كلامي في فمه. Mm -hmm. ده مين اللي الرب جعل كلامه في فمه؟ mm -hmm. طب ده احنا لما نقرا عن يشوع او إرميا او اشعياء او غيره يقول له ها قد جعلت كلامي في فمك. Mm -hmm. لكن ما يميز الرب يسوع ان هو كلمه الله. كلمه الله في البدء كان الكلمه الكلمه كان عند الله كان الكلمه الله وبعدين نيجي الايه 14 والكلمه و... والكلمه صار جسدا وحل بيننا راينا مجده مجدا ايه ده؟ ايه ده؟ لما نقرا عبرانيين واحد ايه واحد واثنين الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء كثيرا بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه اللي هو الرب يسوع المسيح اللي هو نهايه طبعا وكمال طبعا الاعلام طيب احنا رح نكمل في حديثنا قسيس عزت آه لكن بحب اعطي فرصه آه للمشاهد اذا فعلا عندك سؤال او اي استفسار او لربما يعني في شيء مش واضح من فضلك آه تواصل معنا اكتب اتصل بنحب طبعا يعني ناخذ الفكره كمان اذا بتحب نتناولها مثل ما ذكرت في بدايه الحلقه عن طريق الشاشه ساعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة عن النبوة التي ذكرت في سفر التثنية إصحاح 18 والآية 15 والآية 18 معنا القس عزة شاكر اللي بشاركنا في هذا الحديث طبعا أنت ذكرت يعني كلمه مثلي آه ومثلك واحده اللي بتعود آه على آه الرب في آه الايه عشر آه والثانيه بتعود على, على الشبه موسى موسى وانت ذكرت طبعا في اوجه شبه طبعا كثير بين طبعا المسيح طبعا وبين موسى ايضا قسيس نظر يعني اسمح لي لان فعلا انا بقول من قلبي وبصدق حضرتك عملاق كبير ربنا يبارك صدقني عملاق لاهوتي كبير وحضرتك تطرقت للموضوع اللي انا هقوله ده العديد من المرات انا نفسي تلقي الضوء للمشاهد على جزئيه مهمه جدا انا قلت ان النبوه دي لا تنطبق الا على المسيح وخاصه في جزئيه مثلي ومثلك لما الرب يقولها مثلي ومثلك ان هو اله كامل وانسان كامل انا نفسي تلقي الضوء للمشاهد ازاي المسيح كان اله كامل وانسان كامل في ذات الوقت وخاصة عندنا مواقف كتيره في العهد الجديد كان باين قدام الكل انه اله كامل وانسان كامل. هل هل ممكن تلقي الضوء للمشاهد؟ انا بشكرك لل... المفروض انا لا لان <applause> انا عايز اقوم بدور المحاور في <applause> مره لا اللي عاوز اقوله بس في اي موضوع آه. احنا بنتناوله او اللي آه. بنتعلمه في الكتاب آه. المقدس آه. لازم ندرس الخلفيه الحضاريه آه. للموضوع آه. الشيء الثاني السياق الحديث آه. لما بيتكلم الكتاب مثلا بفترة موسى عمن يتكلم وكيف الشيء الثالث كيف الشعب المعاصر فهم آه. هذه الايه آه. وكيف التسلسل للاحداث التاريخيه كانت آه. تدرك آه. هذه الايه آه. فلازم يعني دائما بقول لازم احنا لما نفسر ايه لازم اول آه. شيء نيجي للفكر اليهودي آه. كيف اليهودي كان, كان بيفهم, آه. بيفهم هذه آه. الايه آه. بالنسبه لهذه الايه اليهودي كان اول متعصب لكلمه آه. الله طبعاً. وكان محافظ للكتاب طبعاً. او على الكتاب كلمه النبي هي نفس المواصفات اللي بتتكلم عن المسيح أه والمسيح أه اللي أه هو الممسوح أه الممسوح طبعا أه في العهد القديم الشخص الذي كان يمسح لازم يكون يعني مش غريب أه لازم يكون أه من شعب اسرائيل طبعًا وبالنسبه مثلا للكاهن لازم يكون من سبط لاوي طبعا, طبعًا فاذا الكاهن او النبي طبعا او الملك كان لازم يمسح بالزيت طبعًا وهذه المسحه هي مسحه تمييز تخصيص الشخص أه. أه. لأن يكهن يعني أنه يخدم أه. أو الملك أن يقود والنبي أه. أن يتنبأ أه. بكلام الله أه. نبوات إما تشجيعية أه. أو نبوات دينونة اللي كانت معاصرة لأيام إسرائيل أو نبوات مستقبلية أه. فإذا بتتم النبوة أه. فإذا هذا النبي من الله أه. أه. فالنبي اللي من الرب لازم يكون ممسوح آه. مسحه بالزيت آه. فيعني انا برمت او درت بهذا آه. الموضوع لانه عاوز آه. اصل للفكر اليهودي آه. بالنسبه لليهودي آه. المسيح هو المسيح هو الملك الممسوح طبعًا. طبعًا. لازم يكون ملك ولازم يكون النبي بقل التعريف طبعا لانه بيتكلم عنها البشير يوحنا عده طبعًا. مرات النبي الاتي الى العالم طبعا فمين هو الملك في مين هو آه. المسيح آه. المسيح هو الذي يجمع أصباط إسرائيل لوحدهم أه أه المملكة كانت أه منقسمة أه ويوحنا بيقول يجمع أبناء أه الله المتفرقين أه إلى أه واحد أه والمسيح نفسه قال لي خراف آخر فهو طلع عن الفكر اليهودي مش أه بس إنه أنا بوحد أه أصباط إسرائيل الاثني أه عشر لكن أنا أيضا أجمع الأمم أه مع شعب إسرائيل حتى يكونوا رعية واحده آه. آه. واحد المسيح آه. هو الذي يبني الهيكل بح... انا بتكلم بحسب أي... الفكر اليهودي الفكر اليهودي رائع ره... آه. لو هو ده آه. لأن ف... اذا عايزين نفهم الايه من جذورها ارجع لليهودي واشوف فهمها ازاي اليهودي يؤمن أنه المسيح او النبي هو الذي يبني الهيكل آه. المسيح قال انقذ هذا الهيكل وانا اقيمه آه. في ثلاثه ايام آه. يعني اليهودي لما بنقرا انجيل يوحنا كان بيدرك كل الإدراك ماذا كان يقصد يسوع المسيح، وعندما كانوا يتعجبون من الآيات والمعجزات لأن موسى كان صانع معجزات لكن معجزات المسيح كانت بقدرته الخاصة وخارقة تفوقت على معجزات موسى لأنه أقام نفسه من الأموات فهو النبي الآتي إلى العالم المسيح هو اللي تميز الوحيد بفتح العيون موسى لم يفتح عيون لأنه فتح العيون لها دلاله الخلاص ألم. اه بالزبط. لانه العمى كان بيرمز الى الظلمه آه. والعمى الروحي آه. وسلطان الشيطان آه. لما الرب آه. بيتكلم مع شاول آه. اقمتك واقمتك لتذهب آه. لكي ايش آه آه. يعني بيتكلم بشكل وان تفتح عيونه ولما لكي ولما يرجعوا من ظلمات الى, إلى نور وسلطان الشيطان ولما الى بعثوا للمسيح انت يوحنا المعمدان أنت هو. أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهم. الذهبا وأخبروا يوحنا. ايه؟ العم يبصرون. نعم. أول شيء. آه آه فهذه المواصفات كلها في المسيح آه الملك الممسوح آه النبي إلى العالم آه هل في أي نبي قام بهذه؟ طبعاً في مواصفات كثيرة. ليه المسيح؟ لأن المسيح. ولد من عذراء بلا خطيه طبعا هو الوحيد الكامل بلا خطيه ما تنجسش باي خطيه فعنده الكفاءه ان يكون الفادي فالمسيح كلمه الله آه. اتخذ جسد في ملء الزمان آه. حتى يتمم هذه المواصفات يكون عنده الكفاءه كفادي آه. ان يقوم بعمليه الفداء آه. آه. موسى افتدى الشعب قديما من عبوديه مصر، آه. المسيح افتدانا من لعنه الناموس آه. وافتدانا من عبوديه الشيطان حتى آه. آه. ايش؟ آه. نكون احرار مش بس عبيد نكون آه. ابناء للرب، آه. وهذا مما جعل المسيح انه فعلا يكون انسان كامل واله واله لكا... كامل حتى يقوم بالعمل الكامل لانه الخطيه هي ضد الله آه. موجهه ضد الله الغير محدود فمين الشخص الغير محدود يستطيع ان يقوم بكفاره غير محدوده ما حاضر مستقبل هذه المواصفات بتتم طبعا آه فقط آه في يسوع آه المسيح آه لو انا بقول لكل مشاهد كمان يعني وانا بتكلم على مثلي ومثلك ويتامل في شخص المسيح اله كامل وانسان كامل نلاقيه قدام قبر لعازر يقول الكتاب بكى يسوع بكى الانسان هو انسان كامل بكل معنى الكلمه لكن بعديها بلحظات يقول له لعازر هلم خارجا واحد ليها اربع ايام قد انتن وبعدين يخرج لعازر ده مين ده الاله الكامل، الانسان الكامل، مين في التاريخ عمل كده؟ وطبعا لما قام العازر اندهشوا ورجع باذهانهم عن مين بيتكلم؟ آه عن النبي الاتي إلى العالم بالضبط وهون بقودني انا اسالك هل فعلا طبعا احنا دائما بننادي في المسيح المخلص آه المسيح ابن الله يعني الذي يحمل آه الذات الالهيه او آه يعلن الذات الالهيه والذات آه اللي معلنه، يعني هو بيظهر الله من خلال طبعاً شخصه ما لكن... هو قال أنا أظهرت اسمك للناس أيوة آه. فلكن لما نقول نبي هل آه. إحنا منحدد آه. المسيح لما نقول فعلا أنه نبي إيه المسيح إيه لما نيجي نقول مين هو النبي مم. المسيح لم يكن نبيا فقط إنه كانت لكن... وظيفة مثل الملك كاهن نبي وز... وظائف وظائف بالضبط. المسيح كان ملكا وكاهنا ونبيا مم. المسيح كان ابن الله فلما نيجي نتكلم نقول هل ينطبق عليه كلمه ان هو نبي يعني لان لان القارئ السطحي لما يقول نبيا وانت بتقولوا النبوه دي بتتم في المسيح يبقى المسيح نبي اه المسيح نبي في دور من الادوار الكتيره اللي بيقوم بيها وورد عنه بالحرف كلمه نبي فممكن نطلع شاهد مثلا في انجيل متى اصح 21 وايه 11 انا اتمنى يبان قدام المشاهد الآيه وشوف يا أسيس نزار لما نقول ايه ده الدخول الانتصاري الى أورشليم انجيل متى اصح 21 وكلنا عارفين ايه اللي حصل وكل القصه والجماهير عمال تهتف أصنى لابن داوود مبارك الآتي باسم الرب أصنى في الاعالي وبعدين لما دخل أورشليم ارتجت المدينه كلها قائله من هذا؟ من هذا؟ نيجي الآية 11 من متى 21 فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل م. أسألك وإنت عالم كبير يقصدوا إيه هذا هو النبي م. معرفة بألف ولام النبي يعني على طول بترجع في ذهننا لموسى لموسى على طول يقيم لكم نبيا مثلي نبيا مثلي يعني. النبي النبي اللي هم بينتظروه. الآتي إلى العالم. بالظبط، اللي كان في انتظاراتهم. هو ده المسيا اللي جاي، هو ده المخلص اللي جاي، فآدي آدي واحد من الـ الـ الشواهد. لو بصينا ليوحنا 6 14. نعم. في يوحنا 6 14 نجد هذه الكلمات بالحرف يوحنا 6 14 بعد معجزة إشباع الجموع. نعم. اشباع الجموع يوحنا فلما راى الناس الايه التي صنعها يسوع قالوا ان هذا هو بالحقيقه النبي الاتي الى العالم نفس المواصفات يقصدوا مين؟ النبي. يعني. النبي الاتي مم. مش بيحدوه في دور النبي يعني يعني هم وهم بيقولوا صح ولا غلط؟ مم. يعني هو مش بس نبي تتميم للنبوات آه. كمان آه. هو نبي آه. لانه تنبا المسيح آه. نفسه بالزبط. ذكر بالزبط. النبوات بالضبط لكن كمان وهم بيقولوا هذا هو النبي ما يقصدوش كمان يحدوه في دور نبي م. رغم ان المسيح كان نبيا بل اعظم من نبي لكنه قام بدور النبي وتنبا النبي بالال التعريف لانه مش آه. نحطه بمصاف الانبياء بزرق. يعني الانبياء يمكن لو قالوا نبي يبقى قام بس بدور النبي م. لكن النبي نبي عنه النبي. اعظم الانبياء اعظم اه يعم. يعني النبي ده واحد من الادوار اللي أم بيها م. فهو اعظم هذا هو النبي فانا بقول لكل مشاهد دلوقتي لو انت واحد يهودي عايش وانت واقف في المشهد ده وتسمعهم حتى بيقولوا هذا هو النبي يقصدوا بمين؟ يقصدوا مين النبي اللي كل العهد القديم بيتكلم عنه؟ مين النبي؟ طبعا انا يمكن من فتره بسيطه من يومين رجعت من الاراضي المقدسه كنت آه. في منطقه كفر نحوم آه. وبيت صيدا وكورازين آه. المسيح تنبأ على هذه أه المدن أه وفعلا ما زالت ما فيش حجر على حجر ما زالت طبعًا يعني طبعًا اثار تاريخيه حتى يومنا يعني مش طبعًا مجرد كلام طبعًا وسمها بالاسم يعني احنا مش بنقول راح يصير مثلا في شيء بالتعميم لا بالتطيق ذكر أه الاسماء والاسماء هذه تم فيها نبوه إيه المسيح ده ده يا أسس نظر يعني هو لما كان بيتكلم على بالنبوه عن علامات المجيء الاخير. مم. وبعدين قال لهم في النص يعني ربط ما بين المجيء وما بين خراب اورشليم وانا في وجهه نظري انه ربط بين المجيء وبين خراب اورشليم حدث قريب وحدث بعيد. مم. لو انا قلت لحضرتك بعد خمس دقائق اللمبه دي هتقع واقول لك على حاجه تانية تحصل بعد 100 سنه اذا اللي بعد خمس دقائق تمت بالحرفي باللي هقوله يحصل بعد 100 سنه هيحصل اكيد فهو ربط دي بدي وزي و و ما كنا بندردش قبل الحلقه يوسيفوس وهو بيوصف خراب اورشليم وصفه ازاي؟ مش بالحرف تم كما قال المسيح لما يقف قدام المراه السامريه ويكشف لها اللي جواها ويقول لها حسنا قلتي فعلا لان معك خمسه ازواج والذي لك الان ليس هو زوجك كان بيقول ازاي مش كان بيكشف اسرار الناس اجل شاهد تاني في لقا 7 وآية 16. شاهد جميل كده في لقا 7 وآية 16 بعد إقامة ابن أرملة نيين. إقامة مين اللي أقام من الموت؟ مين زيه؟ في في لقا 7 وآية 16 يقول آية 15 يقول: فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه حتى جمله افتقاد الله لشعبه دي كانت مش لها مدلول لاهوتي كبير بنقول على الزمن اللي هياتي فيه المسيح ان الله يفتقد شعبه اهي تمت هنا لما نيجي للو 24 آه ارجو ان المشاهد يفتح معانا لقا 24 وآية 19. في لقا 24 بنتقابل مع تلميذي عمواس. لقا 24 لما نيجي لآية 19 فقال لهما وما هي؟ فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب إيه اللي بيذكر عن يسوع هنا هو أنا بقول لكل مشاهد إن لما نيجي نقول هل كان يسوع نبيا الرب يسوع دور من أدواره إنه كان نبيا وتنبأ فعلا بالمستقبل وكشف أعماق وسرائر الناس أعماق وسرائر الناس وكان نبيا مقتدرا في القول والفعل لكن لم يكن فقط نبيا يسوع المسيح كان نبيا وملكا وكاهنا وهو ابن الله وهو مخلص العالم وهو المسيح الاتي الى الفداء البشريه. وعلى فكره ستيفانوس آه. شماس الكنيسه او الشهيد الاول لما حب يربط هذه العبارات نفس العباره آه. بيتكلم آه. انه فتهذب موسى بكل حكمه المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال آه وبيربطها في مجيء آه يعني مجيء موسى مجيء المسيح هذا موسى الذي أنكره قائلين من أقامك رئيسا آه وقاضيا وهكذا بيصل لآية 37 هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون آه يعني شايف موسى يسرد كل تاريخ الرب م. يسوع ويقول ده اللي بتتم فيه النبوة م. يوم ما استفانوس قال الكلام ده ده امتى وسنة كام يعني سنة كام فهم ان النبوة دي متى لوقا الى اخره امتى فهموا ان دي النبوة تمت في المسيح م. الكلام ده في القرن الاول الميلادي م. صح لما ادي الناس تلاميذ المسيح فهموا النبوة انها تمت اقول انها تتم في شخص تاني هل ده معقول؟ لا وكل الانبياء يعني حتى في في الكتاب يعني بسلسل آه الـ 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 الاحداث المسيح آه هو الوحيد المسيح آه الرب او آه المسيح او آه النبي الآتي آه الى العالم آه والانبياء يعني آه مثل دانيال تنبأ عن آه المسيح بقل التعريف آه ويعني بيتكلم في انجيل متى انبياء تمنوا آه. انه يروا المسيح في آه. متى 13 آه. جميع الانبياء تنبؤوا آه. آه للناموس الى يوحنا تنبؤ آه. وهكذا آه. يعني بتشوف في خارطه آه. روحيه تسلسل احداث آه. آه. عم بتوصلنا ليسوع آه. المسيح آه. انا لو تسمح لي اقول بس مجرد تعليق في الاخر لان عارف آه 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 يعني اقول لكل مشاهد ان ما فيش كتاب في كل الدنيا في نبوات وتتميم النبوات إلا هذا الكتاب أكيد أقول الصدق أمام الجميع وأرجو ده أنا عندي النبوات يقول هو ذا العذراء تحبل ويتم بعد 700 سنة بالحرف مم. ثقبوا يدي داود ما ثقبوش إيديه ويتم بالحرف لما يعني أنا عارف علشان وقت البرنامج أن يبقى عندي الدارسين بيقولوا العهد القديم في 10385 نبوه فين في التاريخ كتاب يكون فيه النبوات وتتميم النبوات الا هذا الكتاب الا هذا الكتاب فانا بقول لكل مشاهد يعني اسمح لي اقول كده يا استاذ نزار لكل واحد ايه موقفك من المسيح ايه موقفك من المسيح طبعا بعد ما سمعنا قسيس عزت يعني كل هذه البراهين المقنعه طبعا احنا يمكن اذا معك دقيقتين شو اللي عاوز توصلنا من خلال كل سرد الـ الاحداث لاثبات طبعا هويه يسوع المسيح آه يعني انا انا بصدق عايز اقول لكل مشاهد ايه موقفك من يسوع المسيح اغلى شيء في الدنيا هو ابديتي ابديتي المسيح قال ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله نعم. وأخيراً خسر نفسه مفيش أكثر من حق واحد في العالم صح هو حق واحد وأنت مسؤول عن البحث عن الحق ويوماً ما سنقف أمام الله الديان العادل فأنا بقول لكل مشاهد هذه الحقائق بتكشف نفسها بنفسها بتعلن عن ذاتها أنا, أنا أرجو في اسم يسوع كل مشاهد النهاردة يقرر ويجي بس كده قدام الله ويقول له يا رب ساعدني اعرف الحق م. ساعدني اعرف الحقيقه ادي النبوه وادي تتميمها فايه موقفي م. انا بقول لكل مشاهد تعالى النهارده واركع قدامه وقول له بقبلك مخلص وفادي الحياه انا مش عايز اقول غير كده يعني ربنا يباركك أسيس عزت وإحنا بنشكرك من كل قلوبنا على هذه الحلقة الشيقة و انا بدعو كل شخص اذا عندك فعلا مزيد من الاسئله ابعث بهذه الاسئله بكل سرور ربنا يكون معك وشكرا جيت معنا مزمين. في الاستوديو أنا أنا استمر شكرك. يباركك ويبارك أمين. خدمتك ايضا وان أمين. شاء الله بكون لنا لقاء في حلقه اخرى بيه. اخوتي واخواتي طبعا لما احنا بنتكلم عن الكتاب المقدس ليس دفاعا لانه دع الاسد يدافع عن نفسه لكن عاوزين نتكلم بالحق عاوزين نتكلم بالامانه مكتوب والحق يحرر فعلا اذا انا في داخل بحث وشوق ان اعرف الرب الرب راح يعلن ذاته وشخصه لالي لكن اذا انا بدي امسك ايه وابتدي احورها وابتدي احاول اقول ايه تنطبق على شخص واحاول بكل الوسائل مع انه الايه بتشرح نفسها بنفسها بعديد من الايات وعديد من البراهين في كلمه الله. هذا بقودنا الى قرار ادبي مهم جدا. هل انا بجادل حتى اربح جدل ولا انا بجادل أن فعلا انا ببحث عن الحق؟ اذا انت بتبحث عن الحق انا بدعوك الى يسوع المسيح. ربنا معك